بنسوي بنصلي الفجر وبنقعد على البحر واشترينا شبك مخصوص يعني زي ما انتم شايفين هاي الشبك مخصوص هذا لصيد الفر بننصب على شط البحر ما بيجي الفر من اوروبا وبيجي من مناطق الغرب فاحنا بنكون مجهزين حالنا وقاعدين يعني اول ما تجي الفر تخبط في الشبك بنروح ليش نمسكها هذا بينحط الشبك بنمده سنويا اللي هو في شهر تسعة من شهر تسعة بيبدأ لشهر عشرة خمسة عشر عشرة أو عشرين عشرة بينتهي بموسم اللي هو الفر فالسنة ما كانش إلا نصيب كثير فيه اللي هو الفر عشان اللي هو الريح ما أو تيار الهواء ما ساعدناش كثير وجود عمليات صيد جائرة قد يؤثر على أعداده ولكن نقول بالنسبة لقطاع غزة تبقى حدود قطاع غزة محصورة ومحدودة حيث يعني شواطئ قطاع غزة فقط 45 كيلومتر ولا أتصور أنه هذا الطول أو هذا من الشواطئ أن يؤثر على مثل هذه الأعداد أو التناقص في مثل هذه الأعداد من خلال الصيد والفر له فوائده يعني طبعا وعليه طلب عليه طلب على مدار العام عليه طلب يعني في ناس غاويه اكل الفر يعني في ناس بتمارس الجيش الاسرائيلي وبتاكل الفر لانه خالي من الادويه حط له اي نوع دواء بموت بفرط وبموت مباشره يعني